قال لي انا اتفرج عليهم الاول. لا ليه لا هناكل يعني ممكن نعملوا حاجه. انت هتقول ايه؟ روح دكات بسرعه. السومو بتتلعب على مستويين ناشئين وكبار، ناشئين تحت 18 سنه وكبار فوق 18 سنه. الناشئين ليها ثلاث موازين 80 100 زائد 100 مفتوح. الوزن المفتوح ده اللي هو الاوبن، هو اي حد ممكن يلعب، اي حد ملوش مينيمم او ماكسيمم في الوزن. بالنسبه للكبار بيبقى 85 115 زائد 115 والاوبن. المواصفات بتاعت لعيب السومو لازم يكون عنده قوه تحمل وتركيز عالي جدا، لان احنا لعبتنا محتاجه تركيز لاقصى درجه تتخيلها. لعبه السومو احنا عايزين نعرفها للناس بسهوله، احنا بنلعب في دوهيو حلبه سومو. الحلبه دي اللي بيطلع بره الحلبه او لو اي حاجه غير قدم رجله لمست الارض اللي جوه حلبه السومو يبقى خسران. فبالتالي الماتش ما فيهوش تعويض، ما فيهوش ما بين المكسب والخساره، ما فيش حاجه. احنا لعبتنا محتاجه بادجت بسيط، مش كبير. اللي احنا بنحاول نوصله ان احنا ندور على سبونسر يحاول يساعدنا شويه في معسكراتنا، في تدريباتنا، في مطالب اللعيبه، على اساس نوصل لمرحله اعلى من اللي احنا وصلنا لها. احنا من اقوى خمس دول في العالم، اليابان ومصر ومنغوليا واوكرانيا. لازم عشان نوصل لكده ونتنيا نحافظ على كده، جايبين حوالي 50 ميداليه من سنه 2006 لغايه دلوقتي في بطولات العالم. محتاجين الفتره الجايه تركيز اكتر من كده عشان نقدر نحافظ، لان لو ما حافظناش هنقل عن كده يعني. رامي صلاح الدين الجزار، بقالي خمس سنين بلعب سومو. حققت بطولات جمهوريه، اول جمهوريه اربع مرات، خامس عالم في بولندا السنه اللي فاتت، وان شاء الله اتاهل بطوله العالم السنه دي، اجيب اول باذن الله انا وفرقتي. لعيب منتخب مصر السومو، لعبت السومو من 10 سنين، من سنه 2004. حصلت على بطوله خامس عالم في تايلاند فرق، بعديها حصلت على رابع في الورلد جيمز في تايوان، بعد ذلك حصلت على المركز الاول في بطوله بلغاريا في صوفيا. اخر حاجه حققتها بطوله امريكا المفتوحه في السومو 115. ودلوقتي احنا بنستعد لبطوله العالم ان شاء الله في تايوان، وان شاء الله نعمل احنا نحقق فيها ميداليه ذهب انا وزمايلي ان شاء الله.